حياته ازاي الطلبه في طلاب الفرقه الاولى. هندرس مع بعض النهارده نيرف سبلاي اوف الثراسيك ليمب او الفور ليمب. نشوف ايه الاعصاب اللي بتغذي الفور ليمب او الثراسيك ليمب والنيرف سبلاي اوف الفور ليمب. ندرس مع بعض حاجه النيرف سبلاي بيجي من بلكسس اسمها البراكيال بلكسس نشوفها مع بعض اهي على العينه. دي عباره عندي عن البراكيال بلكسس. بتيجي منين البراكيال بلكسس؟ بتيجي من الكونكشن بتاع الفنترال برانشز اوف لاست 3 سيرفايكال اند فيرست 2 ثوراسيك سباينال نيرفز. بتيجي من الكونكشن من الفنترال برانشز بتاع اخر 3 سيرفايكال واول 2 ثوراسيك سباينال نيرفز. بيكونوا البلكسس دي اللي هي البراكيال بلكسس. البلكسس دي بتبقى عباره عن وايد بند زي ما احنا شايفين، بتفرع منها بيطلع منها النيرفز او البرانشات الاعصاب اللي احنا شايفينها اللي هتغذي الفور ليمب او الثراسيك ليمب. البلكسس دي بتخترق عضله زي ما بنقول اللي اسمها السكلينس ميديوس ماسل، بتبقى كفرد بي السب كليبيوس والسب سكابولاريز ماسل. يبقى دي عباره عندي عن البراكيال بلكسس، دي اللي هيخرج منها النيرفز او البرانشات اللي هنشوفها وبتغذي الفور ليمب او الثراسيك ليمب بتاعه الحيوان. يبقى دي البراكيال بلكسس. ايه البرانشات اللي هنشوفها مع بعض؟ نشوف مع بعض ده اول برانش معايا اهو، نشوفه. ده عباره عندي عن دورزال ثوراسيك نيرف. ده بيروح للاتسموس دورزاي، بيروح يغذي عضله الاتسموس دورزاي. الدورزال ثوراسيك نيرف هما بيبقوا ثلاثه بموازات بعض كده. اول واحد بيروح للسريتس فنترالز ماسل، بس طبعا ده بيبقى مقطوع لان معظم العضله مقطوعه، اللي هو اللونج ثوراسيك، وده بيبقى مقطوع بيروح للسريتس فنترالز ماسل. تاني واحد ده اللي هو الدورزال ثوراسيك، نيرف بيروح للاتسموس دورزاي. بعد كده في عندي ده اللي هو اللاترال ثوراسيك، اللاترال ثوراسيك نيرف ده بيروح للكيوتينيوس ترانكاي، ماسل، بيروح لعضله الكيوتينيوس ترانكاي وابدومينال وول، سيرفيس اوف الابدومينال وول. يبقى ده عباره عندي عن الدورزال ثوراسيك نيرف والاتسموس دورزاي. ده اللاترال ثوراسيك، وقلنا اللونج ثوراسيك بيبقى مقطوع اللي رايح للسيريتس فنترالز. في ايه تاني عندي؟ عندي مجموعه البيكترال نيرفس، دول بيبقوا ادي اهو، ادي واحد وادي برضو، دي عباره عن بيكترال نيرفس. طبعا دي بتروح تغذي عضلات البيكترال ماسلز اللي بتبقى موجوده هنا. طبعا العينه جايه ما فيش فيها عضلات البيكترال الموجوده، فبالتالي نيرفس مقطوع. دول بيكترال نيرفس. في كرينيال بيكترال كودال بيكترال، ما اقدرش احكم دلوقتي لان العضلات مش موجوده معايا، لان الكرينيال بيكترال هيقول انها بتغذي البيكتراليز اسيندنس وترانزفيرزس وديسيندنس والبريكيوس فاليكاس ماسل. الكودال بيكترال بتروح للاسيندنج بيكترال ماسل. طبعا عضلات مش موجوده، ما اقدرش احكم اني واحد كرينيال واني واحد كود، بس دول تبع البيكترال نيرف، البيكترال ايه نيرفس. طيب نشوف ايه بقى مع بعض؟ نشوف مع بعض عندي النيرف الكبير ده، ده عباره عندي عن السوبرا سكابولار نيرف. اول يروح ل يغذي السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس ماسل، يطلع على اللاترال سيرفيس يغذي بين عضله السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس، يغذي السوبرا والانفرا. يبقى ده السوبرا سكابولار نيرف. ايه تاني معايا؟ بشوف معايا اكتر من برانش، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، في اكتر من برانشز اهم قدامي. دول بقول عليهم الساب سكابولار نيرفز. الساب سكابولار نيرفز بيدخلوا يغذوا الساب سكابولاريز ماسل. اكتر من برانش الساب سكابولار نيرفز، كل دول كده مع بعض يأتي الساب سكابولار نيرفز. يبقى ده السوبرا سكابولار، يروح للسوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس. دول الساب سكابولار نيرفز يدخلوا ليه الساب سكابولاريز ماسل. في ايه تاني معايا؟ في عندي النيرف ده، هنا اهو، ده بيدخل هنا ديب ما بين الساب سكابولاريز والتيرز ميجور ماسل، يدخل هنا كده عند مستوى الشولدر جوينت هنا. ده اللي هو الاكزيلاري نيرف، يبقى ده عباره عندي عن الاكزيلاري نيرف. واضح؟ الاكزيلاري نيرف اهو، تمام. ده الاكزيلاري نيرف بيديني الكرينيال كيوتينيوس انتي براكيال، بيدي الكرينيال كيوتينيوس انتي براكيال نيرف. رفيع ده طالع معاه، ده يلف ويظهر معايا من على اللاترال اسبكت،
نشوف هنا. تحت عضلة الدلتويدس. هو ده؟ يبقى ده قلنا الاكزيلاري نير. الاكزيلاري نير ايه تاني معايا؟ هنشوف معايا التلات نيرفات دول. ادي واحد وادي التاني وادي التالت. اكبرهم ده اللي هو الراديال نيرف، بقول عليه الراديال نيرف. راديال نيرف ده الالمر نيرف. الالمر نيرف يروح كودل في اتجاه الالمر، وده عباره عندي عن الميديان والماسكولوكيوتينيوس نيرف. ده الماسكولوكيوتينيوس وده الميديان نيرف، بيحصل كونكشن ما بينهم اهو، بيعمل حوالين ده الاكزيلاري ارتري. الاكزيلاري ارتري بيبقى موجود في النص اكن في حلقه حواليه. الحلقه دي جايه من اتحاد الميديان نيرف والماسكولوكيوتينيوس نيرف. الحلقه دي او الخيه دي بقول عليها الانسا اكزيلاريز او الاكزيلاري لوب. اكن الاكزيلاري ارتري متعلق في النص كده ما بين الميديان والماسكولوكيوتينيوس. ده الاكزيلاري ارتري. يبقى ده الميديان ماسكولوكيوتينيوس، بيحصل فيوجن ما بينه او اتحاد ما بينهم الاثنين اه. ويكمل بقى معايا، هنشوف معايا ده عباره عندي عن الالنر نيرف. الالنر نيرف اهو، ادي الالنر نيرف. نمشي مع الالنر الاول، ادي الالنر نيرف اهو، بمشي مع الالنر، ادي الالنر نيرف. الاقي اول برانش بيطلع من الالنر نيرف، البرانش ده اهو رايح لفين؟ رايح للسكن، الكودل بتاع الكودل اسبكت اوف الفور ارم هنا اهو، ماسك في السكن ده. بقول عليه كودل كيوتينيوس انتي براكيال نير. كودل كيوتينيوس انتي براكيال نير يغذي السكن والفش بتاع الكودل اسبكت اوف الفور ارم. كودل كيوتينيوس انتي براكيال نير. طيب نرجع تاني للالنر، ادي الالنر نيرف اهو، امشي معاه الاقيه بيدي معايا ماسكولار برانش. ماسكولار ايه؟ برانش. ماسكولار برانش اه، ماسكولار برانش بيقول ان هو بيغذي عضلتين وتلت. الماسكولار برانش بتاع الالنر بيغذي عضلتين وتلت. ايه هما العضلتين والتلت؟ العضلتين هما الفليكسور كارباي النارز، فليكسور كارباي النارز، والسوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل، سوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل، والالنر هيد. والالنر هيد دي بالالنر نيرف. بعد كده بكمل مع الالنر نيرف اهو، ادي الالنر نيرف بكمل معاه اهو، وافضل نازله معاه اهو. الاقي ان الالنر نيرف هنا بيدي معايا دورزال برانش، طبعا ده ماسكولار برانش. بنزل اهو معايا الالنر اهو، بلاقي الالنر بيدي ايه او بينقسم عندي، بيديني دورزال برانش اهو، ادي دورزال برانش، روح دورزال اسبكت كاربس ومتكاربس، ادي دورزال برانش، وادي البالمر برانش. يبقى بيدي ايه؟ بيدي دورزال برانش وده بالمر برانش. البالمر برانش بتاع الالمر هيعمل كونكشن او هيتحد مع اللاترال بالمر اللي هو جاي من الميديان، زي ما هنقول دلوقتي واحنا بنشرح الميديان. يبقى ده الدورزال برانش وده البالمر برانش اوف الالنر نيرف، يعمل كونكشن يتحد مع الميدي اللاترال بالمر، اللاترال بالمر اوف الميديان. ده بالنسبه للالنر نيرف. طيب نرجع ل النيرف الثاني، الميديان نيرف، الماسكولوكيوتينيوس والميديان. قلنا الماسكولوكيوتينيوس بتحد مع الميديان نيرف هنا اهو، بيطلع اول برانش هنا من الماسكولوكيوتينيوس. انا بشد من هنا اهو، بتشد معايا ده اللي هو ده، ده عباره عن البروكسيمال ماسكولار برانش في الماسكولوكيوتينيوس نير. بروكسيمال ماسكولار برانش وفي الماسكولوكيوتينيوس نير بيغذي الكوراكو براكياليس، بيعدي من تحتها بيغذي الكوراكو براكياليس ده برانشز، والبايسبس، البايسبس براكاي ماسل، بيغذي نص البايسبس ما يغذيش العضله كلها. يبقى ده البروكسيمال ماسكولار برانش. البروكسيمال ماسكولار ايه؟ برانش طالع من الماسكولوكيوتينيوس. بعد كده بكمل مع النير اهو، الاقيه تحت بيدي ايه؟ بيدي معايا اهو الديستال ماسكولار برانش.
واضح؟ الديستال ماسكولار برانش بيروح للبراكيالز ماسل، بيغذي البراكيالز ماسل ديستال ماسكولار برانش، وبيدي ده اللي هو رايح للسكين اوف الميديال اسبكت بتاع الفور ار، بقول على الميديال كيوتينيوس انتي براكيال، ميديال كيوتينيوس انتي براكيال، ميديال كيوتينيوس انتي براكيال نير، تمام؟ ميديال كيوتينيوس انتي براكيال. لحد كده يكون از ماسكولو كيوتينيوس خلص او برانشات الماسكولو كيوتينيوس خلص، يبقى اداني بروكسيمال ماسكولار برانش، وبعد كده عندي الديستال ماسكولار برانش، ديستال ماسكولار برانش لعضله البراكيالس والميديال كيوتينيوس انتي براكيال. بعد كده بعد ما بيدي الديستال او الفرعين دول بيبقى اسمه ميديان، بيبقى اسمه ميديان نير، بيبقى اسمه ايه؟ ميديان نير، بيمشي في نص الرجل كده، ميديان نير. هيدي ايه الميديان نير؟ بكمل مع الميديان نير بلاقيه بيدي ماسكولار برانش، بيدي ايه؟ بيدي ماسكولار برانش كمان. الماسكولار برانش اوف الميديان نير بيغذي عضلة وتلتين، بيغذي ايه؟ بيروح يغذي عضلة وتلتين. ايه العضلة وايه التلتين؟ العضلة هي الفليكسور كارباي رادياليز، الفليكسور كارباي رادياليز اللي هي دي اللي هي ورا الرديوس على طول، فليكسور كارباي رادياليز. وايه هما التلتين؟ التلتين هما الهيومرال هيد والراديال هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل. ميتال ماسكولار برانش غذي عضلة وتلتين اللي هي الفليكسور كارباي رادياليز والهيومرال اند الراديال هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل. يبقى ده الماسكولار. بكمل مع الميديان، ادي الميديان نيرف اهو، ادي الميديان نيرف، ادي الميديان نيرف اهو، لحد ما بلاقي الميديان نيرف انقسم فوق مستوى الكاربس، ادي لاترال بالمر، لاترال بالمر نيرف، وادي الميديال بالمر نيرف، ادي لاترال بالمر وميديال بالمر. طب واللاترال بالمر ايه اللي عامله ده؟ عامل كونكشن مع البالمر برانش اوف الالنر نيرف، عمل كونكشن مع او اتحد مع البالمر برانش اوف الالنر نيرف، وعملوا نيرف بقول عليه اللاترال بالمر كومون ديجيتال نيرف. الاثنين لما اتحدوا مع بعض بقى اسمهم لاترال بالمر كومون ديجيتال نيرف. تمام، دي بقى ده اللاترال بالمر. طب والميديال بالمر؟ الميديال بالمر اهو هيروح يمشي في الكاربال كانال مع الميديال بالمر ارتري، هيمشي في الكاربال كانال مع مين؟ مع الميديال بالمر ارتري. هيمشي في الكاربال كانال مع مين؟ مع الميديال بالمر ارتري. الميديال بالمر نيرف، كمل مع الميديال بالمر نيرف وهكذا. اللاترال بالمر على الناحيه الثانيه، ادي الميديال بالمر نيرف بيفضل ماشي معايا طول الرجل لحد المستوى فيتلوك جوينت او ديجيتس تحت اهو، ادي الميديال بالمر نير. بقى اسمه ايه بقى تحت هنا عند مستوى الفيتلوك جوينت او الديجيت تحت؟ اسمه ميديال بالمر بروبر ديجيتال نيرف، ميديال بالمر بروبر ديجيتال نيرف. معاه فين وارتري بنفس الاسم، من قدام اكتر واحد كرينيال فيهم هو الفين، ميديال بالمر بروبر ديجيتال فين، ميديال بالمر بروبر ديجيتال فين، وادي الارتري اهو في النص، ميديال بالمر بروبر ديجيتال ارتري، وادي ميديال بالمر بروبر ديجيتال نير. يبقى الثلاثه معايا اهم، ميديال بالمر بروبر ديجيتال فين في النص، ميديال بالمر بروبر ديجيتال ارتري، والكود الخالص هو الميديال بالمر بروبر ديجيتال نير. ده بالنسبه للميديان نير، ميديان نير. بعد كده اخر واحد معايا اللي هو الراديال نير، كبير ده واكبرهم في الحجم، ادي الراديال نيرف اهو، بينقسم عندي ليه سوبرفيشال برانشز وديب برانشز. ادي السوبرفيشال برانش والديب برانشز. الديب برانشز بتروح تغذي عندي عضلات الترايسبس والتنسور فاشيا انتي براكياي، والسوبرفيشال برانش اهي غزل اللونج هيد واللاترال هيد بتاعت رايسبس من ناحيه اللاترال. يبقى ده الراديال نير سوبرفيشال برانشز، وبيبقى فيه ماسكولار برانشز للعضلات برضو زي كده. ده بالنسبه للراديال نير. شكرا.